عودة من جديد مشاهدين الكرام، نعود نواصل أولى فقراتنا، وفي الفقرة دي هنتكلم عن الشخصية الغامضة وكاريزما وجاذبية الشخصية الغامضة، وخصوصا أنه في كثير من المشاهير والغادة والرموز العالم يعني بتسمو بالغموض، ويمكن ده واحد من الحاجات اللي بتخلي الناس عايزة تعرف عنهم، الحاجة اللي بتخليهم شخصية جذابة، شخصية بحيطة جزء من التشويق والإثارة. يعني شنو الحاجة اللي بتخلي الشخصية الغامضة دائما هي محط اهتمام الناس؟ لأن عايزة تعرف كثير عن الشخصية دي، هل لقلة كلامها أو لأنه الغموض والصمت جزء من الكاريزما بتاعت الشخصية دي؟ وفي آراء تانية بتقول والله يا أخي الشخصية الغامضة دي ممكن يكون يعني ما دايما بيكون الغموض حاجة كويسة، ممكن يكون عنده علاقة بأمراض نفسية، عنده علاقة بالانطواء حتى. ففي كثير من الجدل والتساؤلات، الشخصية الغامضة في الزواج، الشخصية الغامضة في الحياة عموما، في المشاهير، في القادة. نحن هنتكلم أكثر في هذا الجانب. سعيدين جدا تكون معنا دكتورة مناهي العمر الجاك، استشارية نفسية، برحب بك كثير، منورانا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في برنامج مساء جديد، ومرحبا بقناة النيل الازرق، وطرقه لموضوعات مفيده وحساسه، فشكرا للغناء. مرحبا بك يا دكتوره، و استشاري كده صحيح؟ نعم، واستاذ استاذ جامعي. مرحبا بك معنا في مساء جديد، وزي الزميله سهيله استفاضت في موضوع الشخصيه اللي بنتها نوع من الغموض، وشفنا التقرير. نعرف السادة المشاهدين شنو الشخصية يا جماعة عبدالله؟ طيب، الشخصية طبعا في التعريف عندها عدد من التعريفات، لكن في التعريف العام هي كائن اجتماعي يعيش في مجتمعات متنوعة مؤثرا ومتأثرا. طالما في تأثير يكون مؤثر والفرد يكون مؤثر ومتأثر، إذا التأثير بتاعه بيظهر في عدد كثير من الإشكالات، أو قد تكون ما إشكالات لكن هي حسب التأثير أو المؤثر بتاعه. فالشخصية الغامضة واحدة من أنواع الشخصيات اللي هي ممكن تكون بأثرت تأثير كبير جدا بالمجتمع اللي هي عاشت فيه، على حسب الديفينيشن الأول، بأنه هي مثلا عاشت. طبعا نحن لو رجعنا وراء شوية كده هنتكلم عن الشخص ذاته، المؤثرات شنو، في مؤثرات بيئية وفي مؤثرات وراثية، والاثنين مساهمتهم في بناء الشخصية قد يكون متساوي إلى حد كبير يعني. فالشخصية الغامضة واحدة من الأنواع اللي هي قد تكون البيئة إلى حد كبير أثرت فيها تأثير أقوى، باعتباره أنه هذه النوع من الشخصية أخذ من البيئة عن طريق العزلة العاشة في طفولته، واحدة من الأسباب. أو قد تكون تحت الرسول عليه الصلاة والسلام واستعينوا على غضاء حويهم بالكتمان، واخذ في مشى في المزدلجة دي، ودي برضه مرتبطة بالناس اللي بيكونوا علماء او عندهم نالوا حظ من العلم وكده. وقد تكون برضه التنشئة بتاعتها، التنشئة كانت غامضة، يعني الأبوين او الجهة المسؤولة عن التربية أثر التأثير يعني جعل هذه الشخصية تكون بهذه السمات اللي هي سمات الغموض. ونحن ما دائما سمات الغموض معناها نجاح أو معناه هو فيمست عشان كده غامض، أو معناه هو ما داير يبرز حاجاته عشان كده عنده حاجات كويسة ما داير يبرز عشان كده هو تميز بالشخصية الناجحة وكده. قد يكون طبعا في دراسات كثيرة جدا في علم النفس، وطبعا هي الدراسات دي تعبت جدا او بذلوا مجهود كبير جدا عشان يعرفوا الكلاسيفيكيشن بتاع الشخصيه هذه عموما. ف يعني يمكن اخر دراسه كان بتحدث عن الشخصيات، وجدوا الغموض ما ضروري زي ما قلت لكم انه يكون فيمس او نجاحه او الصمت وراه كلام. في شخصيه غامضه قد تكون تفكير إجرامي، قد تكون تفكير سلبي في الحاجات، قد تكون سهلة. يعني نحن برضو يكون عندي إشكال نفسي برضو. أيوة يعني طبعا يعني طبعا منتبه مثلا. أيوة أكيد، عشان كده نحن حتى لو تربى تربية سليمة واخد سلوك
يعني ما مشوه وكده قد تتأثر سريع جدا. ونحن نتكلم عن طفولته المنعزلة أو أثرت فيه تربية بيئية قد تكون إلى حد كبير خاطئة، فممكن أقل كوربشن في المجتمع يقوده لأنه يكون منعزل. طيب أو جميل دكتور مناهل، الشخصية الغامضة دي دائما بتعرفيها من إنها تكون ساكتة أو منعزلة، شنو الحياة الثانية ممكن تخليني أعرف إنه والله الشخصية دي هي شخصية غامضة؟ فزول ممكن يكون كلامه حب لكن هو ما 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 بيحيط غموض، قليل الكلام يعني، قليل الكلام ايوه، لكن ما بيحيط غموض، بيكون برضه زول واضح يعني. شو الحياة ممكن تقول لك والله زول ده شخصيته غامضة؟ طيب في سمات للشخصية الغامضة اللي هي غير السمات الظاهرة للناس كلهم، اللي هي دي بترتبط بالشخص نفسه، يعني غير انه كلامه قليل بيكون انتباه في الانتباه بتاع الفرد. يعني نحن عندنا مثلا في الادراك والانتباه بتلاقي الفرد ممكن او الشخص ممكن يكون منتبه للاشياء بصوره يعني دقيقه جدا جدا، بعد ذلك حتى لو طلبوا منه يعلق في الموضوع بيكون صامت. ففي يعني يمكن تكون سمات بتاعت ظاهره يعني في الشخصيه بتاعته، في اللي هي بسموها السمات مرتبطة بالأبيرنس بتاعه. يعني مثلا مظهره بيكون مظهر اجتماعي، يعني انت تشوف الشخص تقول الزول ده اجتماعي كده، لكن هو ما اجتماعي، هو غموض، فيه غموض. في بعض السمات المظهرية في يعني الكاركترستيك بتاعت رسمة الوجه ووضع اليدين، تحركة اليدين بطريقة، يعني يمكن في ربط ما بين السمات الشخصية الغامضة والقلق، في ربط ما بين سمات الشخصية الغامضة وعدم الوضوح، ودي بتظهر في الكاريزما بتاعته بصورة غير قلة الكلام والعزلة. حتى في الخط الشخصية الغامضة لما انت تدي يكتب اي موضوع او كلمات كده ممكن يعني تحلل يتوهك نعم فبكون عنده السمة بتاعت التتويه عالية. صحيح يعني الكلام ما بكون واضح. طيب. ما بكون ما بوريك بالضبط يعني بالضبط. طيب السؤال بتاع حمصة يا دكتورة، هل في فريق بين الشخصية الغامضة في حد ذاتها والسلوك الغامض؟ يعني ممكن يكون شخصيته عادية لكن دائما هو سلوكه بيحب يوجه الناس بأن هو غامض أو ما داري يوصل الفكرة بشكل كامل، أو هو داير وراء الموضوع ده عاوز يخبي حاجة يعني. هل ده في فريق؟ يعني في ناس شخصيتهم ما 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 في ما بينتابوا الغموض، اجتماعيين جدا جدا متواصلين، ولكن في السلوك قد انت تحسي بانه في ما واضح. نعم وده دائما بتلقاه في الاطار العلاقات الزوجيه اكثر. نعم نعم اكيد في فرق. الفرق شنو؟ طالما هو سلك سلوك غامض بيكون وراه سبب، وسبب بيكون قوي. يعني الاسباب دي ممكن تكون في تربيته، في التنشئة بتاعته. طبعا أهم حاجة في الشخصية عموما سواء كانت غامضة أو واضحة أو انبساطية أو منعزلة، إنه الخمس سنين الأولى من حياة الطفل دي هي التكوين الحقيقي للفرد. يعني في الخمس سنين الأولى دي بيشكل تماما، بعد ذلك بتجي البيئة وبتجي التعلم وبتجي الاكتساب وبتجي الأشياء اللي بتخش جديدة على السلوك، لكن البيزك بتاعه الخمس سنين الأولى. ففي الخمس سنين الأولى دي لو اي فقد اي عنصر من التربيه فيه خلل بيأثر في سلوكه، اللي هو قد يكون ما واضح في سلوكه، قد يكون ما مجرم او ما عنده راي، ممكن ما عنده اشكال في السلوك اجرامي او سلوك عدائي، لكن طريقته اللي تربى بها كده. الانطوائيه دي ممكن يعني نسميها مثلا بوادر بتاعت مثلا مرض نفسي، ولا هي شيء قد يكون عادي يعني مثلا الا ينزاد؟ يعني شخص يحب يكون براو مثلا؟ لا لا عادي. أيوة. الا اذا ذات حده طبعا في خيط رفيع بين السلوك المرض النفسي والمرض القرب يكون نفسي. المرض النفسي اللي هو الحاجه اللي بيزيد عن حدها، سواء كان تغيير في السلوك، سواء كان تغيير في التصرفات، سواء كان ادخال ثقافه جديده ما هي تشبه ثقافتنا، فيها نوع من الشذوذ وكده. فالخيط الرفيع ده ممكن بأقل نوع من الكوربشن الواحد
ينتخذ ينزوي الى طيب بتاع المرأة. دكتورة مناهل جبال أمجد بدأ حديثه عن أنه الشخصية القامدة الزوج أو الزوجة، هل ده ممكن يكون من باب أنه يكون في سسبنس أو يكون مثلا في إثارة تشويق؟ لأنه بقول لك أنه أساسا بطبيعة الحال الحياة الزوجية لما تمشي مثلا فترة من الزمن بيكون فيها نوع من الرتابة والروتين والتفاصيل دي، فلما يكون في شويه غموض تخلي الطرف الثاني هو يعني اتنشن معاك او منتبه لتصرفاتك او في حاجه من الايجابيه ممكن مثلا دي ايجابيه ولا سلبيه اللي بيخلق المشاكل مش مهم شاف له واحده ثانيه لا 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 ممكن يكون من يعني من ناحيه والله يا اخي ده انت ما انت ما بتهتم بشكل عام نحن في السودان يعني السودان ايوه ده الفهم عندنا لا ممكن يكون انت اي تغيير للزوجي معناه مشكله يعني ابتدى يهتم انه انت تكون انت ما واضح فرق بين الوضوح خلاص غير سلوك الوضوح والغموض فرق بين الوضوح والغموض او عدم الوضوح التغيير ده معناته انديكيتد انه في شيء يعني لا انا بتكلم عن الاوريدي هو ذول فيه حبه غموض يعني مثلا سواء كان نعم. زوجه ولا زوجه شويه الغموض ده يعني انه الحياه ما مفتوحه للطرف الثاني هل ده ممكن تكون حاجه كويسه ولا كعبه وراي في النهايه يعني. والله طبعا يعني إثبات الحاجة كويسة وكعبة دي لازم تكون فيها بحوث دراسات عشان تثبت بالضبط، لكن الحاجة العامة في الحياة الزوجية في اختلاف السلوك سواء كانت الرجل أو المرأة أنا في رأيي الشخصي يعني من التجارب اللي أنا شفتها يعني في المعاملة الزوجية بين الاثنين إنه ودي توصية إن شاء الله حتطلع قريب إنه يجب مصد إنه الزوجين قبل ما يقبلوا على بعد الاختيار مباشره يخشوا لمراكز بتاعت انه هاو تو ديل وذ البيت ده كيف انت بتتعامل صحيح. مع بيتك الزوجي لانه في مشاكل كثيره جدا في الفهم وفي تغيير السلوك سواء كان زوجي او زوجي فجاه كده بتلقي الزوج ناخذها لانه الاكثر طبعا الاشكال الزوج تلقى غير كائنات اصلا احنا كائنات بنحب نعيش في سلام ما عندنا مشاكل بالضبط كده بنحب الطبيعه نحيي السلام نحيي السلام اينما كان نحيي السلام ايوه شفت يعني منظومه يعني احنا لو جينا تكلمنا سيكولوجيه المراه عندها سيكولوجيه محترمه جدا مع احترام الرجل كلهم يعني ربنا يعني كرمهم تكريم كبير جدا لكن خص المراه بتكريم يعني زيادة ما في شك وصى علينا وصى في الدين الحنيف يعني طيب عشان أنا طيب فضل بس الجملة تحت المراكز مهمة لأنه فضل طوالي مهمة شديد حتطلع توصية طيب. وانس إنه الزوج اختار وأنا مفروض أقول الزوجة اختارت لكن طبعا مجتمع فيه إشكالات خاصة وانس إن الزوج اختار الشريكة بتاعت حياته طوالي يعني يمشيوا للمركز ده يوريهم كيف يبدا حياته وبناء عليه ويمشوا يبدا حياتهم بالطريقه العلميه المحدده حتى لو خلى بيكون انه تكريم له كده انه خش مركز بتاع تدريب مثلا حتى لو طبعا يا دكتور يعني اهل زمان كانت المركز ده ما كان بمسمى وده كان يقعد الام وتدي نصايح يقعد الزوج الكبير يديك نصايح وخلاصات وصراحه انا زمان كانوا بيسمعوا يعني ما زي هذه طيب بالنسبه للشخصيه الغامضه يعني ليه دائما الناس عندها فضول طيب تعرف انه الشخصيه الغامضه دي بدور حولها شنو تلقي دائما الناس اتراكتيف او منجذبين شديد للشخصيه الغامضه عشان يعرفوا الشخصيه دي شنو نعم حتى بتلقيهم اسلوب مشاهير واسلوب غاده انه يكون في نوع من الغموض في حياتهم طبعا دي الناس بتكون عندها لازم يعرفوا التفاصيل بتاعت الشخصيه دي بحكم انها هي معروفه لدى الناس معروفه ومشهوره وكده لكن دائما في شخصيات بتاعت المشاهير والناس اللي هم اثبتوا نجاحات كبيره في الحياه بيكون في حاجات ودي برضه سايكولوجيك يعني جانب نفسي بخص الشخصيه ذاته لانه نحن لو اتكلمنا عن الشخصيه يعني حتى في القرآن الكريم وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فما في مساواة أصلا في العملية التعليمية بالتحديد فبعد ذلك هو من الحاجات اللي اكتسبها والمهارات اللي اكتسبها من البيئة بتاعته أدته جانب بتاع أنه لازم يكون في غموض ما يكون كتاب مفتوح أو ما يكون انبساطي كده أي ممكن يكون اجتماعي جدا لكن في حاجات ما واضحة بالنسبة للناس والناس دارين يعرفوها كهو زول مثلا مشهور أنا لازم أعرفه ولو الإنسان الآخر عايز يتعرف على المشهور ده بطريقة أكتر من كده أو أوضح من كده
فهو بيكون ما عايز يوضح سلوكيات محددة للناس مثلا، أو يكون كتاب مفتوح زي ما بيقولوا لأسباب خاصة به هو. قد تكون دي نوع ذاته من ال يعني نوع من الليفل العالي، يعني في دائما في الغادة، في غادة مثلا غادة غادوا العالم في في, صح في دول عظمى كانوا شخصياتهم غامضة، بينه شخصيات غامضة. نعم دي سايكولوجية خاصة بهم هم، يعني قد حتى النجاح دي عنده سايكولوجية. يعني مثلا أول شيء على سبيل المثال، أول شهادة السودانية لما يعملوا معاه لقاء إن أنت ذاكرت كيف وجدولك كان كيف وبتذاكر كيف، في بعض منهم في اللغات يعني بيقول لك والله أنا ما كنت مجتهد شديد، بذاكر مثلا من 5 صباحا بعد صلاة الصبح لحد ما أجي طالع للمدرسة بتاعتي دي بذاكر، ثاني ما بكون ذاكرت على امتداد اليوم برتاح بعد أجي من المدرسة، المسا بنوم بدري عشان أقدر أقوم بدري وكده. فبس بيكون اعتماده على دراسة الصباح زيادة على الدراسة في المدرسة اللي بتناولها من الأساس وكده. ففي قد يكون في فاكتور أنسين والله أعلم، يعني في بعض الدراسات زي ما بيقولوا الخواجات في فاكتور أنسين ما بيكون واضح للناس في الشخصيات الفيمست يعني. والناس دائما يعني بيبحثوا عن الحاجة اللي يعرفوا إنه هو وصل لحتة دي كيف. طيب أيوة نعم. أنا دار أخذك في منحة آخر، في بعض الناس بيطلقوا على إنه الشخصية دي هي عندها جاذبية. هل ده حقيقي؟ هل دي جاذبية ولا ده فضول؟ يعني في فرق بين الحاجة الجذابة اللي بتعجب الناس كلها، وفي فرق بين إنه الفضول إنه دار أعرف ما وراء الشخصية دي شنو. طبعا في فرق بين الجاذبية والفضول. الجاذبية ده الشخص الجاذب الجذاب، يعني الجذب ده بيه حاجات كثيرة. الجمال واحد من الأشياء اللي بتجذب، الجمال طبعا سبحانه وتعالى اللي هو أشار له في كتيم الآيات. العلم بيجذب الجل لما يكون على مستوى عالي من العلم. في الكاركترستيك ذاتها في الـ في الـ في الشكل العام بتاعها جاذبة. في ناس في حديثهم يعني في بعض الإعلاميين أيوة. وبعض الأساتذة الناس اللي بيكونوا بيقابلوا المجتمع بتكون عندهم خصائص أو سمات طيب. بتاعت جاذبية. في الجاذبية دي طبعا حاجات كثيرة يعني حتى على مستوى النساء مثلا أو البنات أو الرجال برضو، ممكن لبسة جميلة أو مظهر كده يعني فيه تغيير من الروتين أو ده طوالي. خليني أسألك إنه الشخصية الغامضة بتتجه لأنه مثلا النظارة السوداء، طريقة القعدة، مكان القعدة، التفاصيل ده ليه الشخصية الجذابة أو الشخصية الغامضة الجذابة عندها سلوك معين هي بتعمله في أثناء مثلا هي يعني اختلاطها مع 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 المجتمع اللي حولها؟ نعم هي طبعا بتختلف. في شخصية غامضة بتلبس نظارة سوداء بتكون لبسها مختلف، لأنه ذول بيقروا الناس من عيونهم يعني صح، ممكن يقروا من عيونهم تحليل نفسي يعني. ممكن واحدة من الإشارات العين بتوري بعض السلوكيات، فممكن يكون خفي يخفي حاجاته بوسائل يعني في المظهر بتاعه. لكن في شخصيات غامضة عادية لكن عندها غموض في سلوكياته يعني. ودي طبعا هي مرتبطة برضو زي ما قلت لكم ببرنامج بتاع تربية، برنامج بتاع غدوة. يعني ممكن واحدة من الشخصيات الغامضة على سبيل المثال يكون عنده غدوة كانت غامضة، لأن الغدوة الحسنة ذاتها هي واحدة من من المؤثرات في الشخصيات. يعني يكون بيتظهر في المدرسة مثلا في بيتظهر في الأساس دائما مثلا يعني في الأساس يعني مثلا الأساس المتقدم من الروضة المتقدم. نعم أيوة. يعني بتلقاه منزوي ما عايز يتفاعل مع زملائه، ما عايز يتفاعل مع المشرفة، ما عايز يتفاعل مع المعلمين بتاعينه، منطوي دائما بس هو وكراسه والسندوتش بتاعته وشنطته وامه وابوه لحد طيب كبير. في يعني نقدر نقول برضه في غموض مركب يعني. انت في مجتمع ممكن تكون في مجتمع غامض، في مجتمع تاني انت منداح ولاقي راحتك وكده. ودي واحده من المؤثرات بالمناسبه. نعم. المجتمع بيلعب دور. احنا قبل في البدايه عرفنا الشخصيه بانها هي مؤثره ومتاثره. فالمجتمع ممكن يكون مجتمع مفتوح انبساطي، كتاب مفتوح يعني عاش في بيئه مفتوحه يعني ما عنده مشكله مع الخفاء والغموض. لكن ده ما يمنع انه مثلا في مرحله من مراحل حياته بعد ذلك ظهر له الغموض في بعض السلوكيات.
زي الغدوه اللي انا اتكلمت عنها، وبيقوم بياخد الغدوه دي وبشخصيته بتسهر فيها الغموض. نعم. عموما ممكن تغيير الشخصيه من غامضه الى شخصيه غير غامضه. طيب بيبقى ده محور ان شاء الله في حلقه او في فقره جديده معانا في مساجد، انه ممكن الشخصيه دي تتحول كيف لشخصية مختلفة تماما. شكرا جزيلا دكتورة مناهل لوجودك معنا اليوم في أمسية مساء جديد، وأتمنى في أقرب فرصة تكوني موجودة معنا نشوف التحول ده بتم كيف. شكرا لك. شكرا جزيلا يا أستاذ أمجد وأستاذة سهيلة، موفقين دائما، ودي موضوعات أنا بشكركم على طرحها، لأنه مجتمعنا للأسف أنا أقول الكلام ده إنه حصل له كوربشن عالي جدا في فترة وجيزة، وبتمنى للمجتمع السوداني بصورة خاصة انه يتجاوز هذا التشوهات السلوكيه، لانه حقيقي في تشوهات سلوكيه يجب انها تتغير ويتعافى هذا المجتمع. شكرا جزيلا ان شاء الله. كتر خيرك، نشكر شكرا جزيلا. اذا مصورنا الحبيب يمكن انه الشخصيه الغامضه تتحول لشخصيه تكون فعاله جدا، حنوريك ان شاء الله في الفقره في الاسابيع القادمه اذا جاز لنا التعبير. يعني تواصل مع الساده المشاهدين، نشوفكم بعد فاصل اعلاني.